قدمت مؤسسة حياة كريمة مراجعات تقدر في 10 أيام لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر. تستهدف المبادرة تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ في 12 يونيو الجاري. هي مبادرة بتستهدف طلبة الثانوية العامة، بنحاول نقدم لهم من خلال يعني مؤسسة حياة كريمة، بنقدم لهم مراجعات في كافة المواد الدراسية. المؤسسة بتستهدف فئة من طلبة الثانوية العامة من خلال أحد المبادرات اللي بتنفذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كل ده بيتم بالتنسيق ما بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التعليم ووزارة التربية والتعليم. أحب أشكر على مبادرة حياة كريمة على المجهود اللي عملته معانا. مبادرة تقدر في 10 أيام، بجد إحنا قدرنا في 10 أيام استفدنا فيهم جامد على المجهود اللي هم عملوه معانا. نشكر حياة كريمة فعلا على اللي عملوه معانا ده كله، ووفروا علينا مجهود كتير ووفروا لنا مصاريف والدروس الخصوصية برضو. بصراحة نشكرهم جدا على المجهود اللي عملناه، وبتمنى أنها تستمر هذه المبادرة. وعشرة أيام دول احنا استفدنا فيهم جدا جدا بجد في كل المواد.